ناس كتير بتحب تاكل السبانخ طول السنة، فهي مش موجودة إلا في موسم معين بس، فإحنا عشان ناكلها طول السنة هنخزنها في الفريزر وهنخزنها بطريقة صحية جدا، بحيث أما تطلع تتطبخ يبقى طعمها فريش وكأنها لسه طازة وزي الفل. أول حاجة بنشتري السبانخ، بننقي أوراقها طبعا، لازم تكون مش دبلانة وكويسة، وبننضفها من الأوراق البايظة اللي فيها، وبعد كده بنغسلها كويس قوي بالمية لأن بيبقى فيها ساعات رواسب وحاجات كده من الزرع. جبت حزمة كزبرة برضو خضرة بحطها مع السبانخ، بس الأول بنقطع السبانخ قطع صغيرة أو بالمقاس اللي احنا عايزينه، في ناس بتحب حجمها يكون كبير، بنقطعها بالمقاس اللي انتوا تحبوه، قطعوه بالطريقة دي لحد ما اخلص كمية السبانخ كلها واحطها في الحلة، واكون مجهزه الكزبره الخضراء ومنضفاها برضو من الاوراق البايظه اللي فيها والدبلانه والصفرة، واغسلها كويس قوي واقطعها قطع صغيره واضيفها مع السبانخ، وحطهم الاثنين في الحله وحطهم على النار بدون اي اضافات خالص، وعلى نار هاديه جدا زي الرز بالظبط، كاني بسوي رز، وكل 3 دقايق اقلبهم، كل 3 دقايق اقلبهم، والنار تبقى هادية خالص عشان ما يتحرقش السبانخ اللي تحت الحلة خالص، يا دوب هي تدبل وينزل ميتها. ابص عليها تاني مرة واقلبها كمان مرة، كل مرة هلاقي حجمها قل شوية لانها ابتدت تدبل وتنزل المية بتاعتها. ببص عليها برضو بعد 3 دقايق كده، فخلاص كده فضلها حاجة بسيطة قوي، يا دوب تنزل بس شوية مية وكده تبقى تمام. كده خلاص نزلت ميتها ودبلت وفيها شوية مية كده معاها في الحلة. انا هسيبها تبرد خالص، وبعد كده ابتدي اشيلها في الاكياس، وما اجي اشيلها احتفظ بالمية اللي موجودة فيها معايا في الكيس، مش برمي المية، لان المية دي مفيدة جدا وفيها نسبة حديد عالية وفيها كل المواد المفيدة اللي في السبانخ، وبتديني طعم المزازة البسيط كده اللي بيبقى في طعم السبانخ، بتبقى لذيذة جدا كأنها لسه طازة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وكومنت، والف هنا عليكم مع احلى سبانخ.